اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده ولقاء بيجمعني بحضراتكم في برنامجكم مع الناس، برنامج اللي بيهتم باراء الناس ومقترحاتهم ومشكلاتهم، ازاي كمان نقدر نتغلب على اي مشكله بتواجهكم، واكيد ان شاء الله بالتعاون مع الجهات المعنيه هنجد حلول لهذه المشكلات. النهارده حلقتنا هتتكلم عن تاثير التغيرات المناخيه في الزراعات المستقبليه والاهتمام بهذه الزراعات في المرحله المقبله. خليكم معانا في حلقه اليوم، حلقه هتكون مهمة جدا، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية ونبدأ مع بعض أولى فقرات حلقتنا النهاردة وهي أخبار الناس. الخبر اللي معانا بيتكلم عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة فني الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بالجيزة، وذلك بعد تطوير البرنامج الدراسي طبقا لأحدث النظم في العالم من الطلاب الحاصلين على شهادة إنهاء مرحلة التعليم الأساسي بمجموع كلي 225 درجة كحد أدنى من محافظات القاهرة الكبرى اللي هي يعني القاهرة والجيزة والقليوبية، وسيتم إجراء امتحان للطلاب المتقدمين إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بمديريات التعليم. وللتعقيب على هذا الخبر معانا مداخلة من الدكتور مهندس محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية عايزين يعني نتعرف على الخبر اللي معانا النهاردة وتقول لنا يعني قبول دفعة جديدة لأول مرة في مجال مهنة فني الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. طبعا أنا سعيد أن أنا في مداخلة في هذا البرنامج وفي القناة المصرية. يهمني جدا قبل ما أكلم على شروط القبول ومعايير القبول أكلم حضرتك عن هذه المهنة وهذا التخصص. فضل. المهنة دي كانت موجودة ضمن المهن العادية في مدرسة اسمها مدرسة إمبابة الصناعية بنين. نعم. في منطقة شمال الجيزة، وكانت بالشكل العادي والنظام التقليدي، وكانت منشأة بناء على بروتوكول ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة منذ الثمانينات. نعم. ولكن في ظل اتجاه الدولة إلى الحد من الاستيراد والعمل على تشجيع الصناعة والقيام بها، صدر توجيهات بأن يتم إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة عشان نحد بقدر المستطاع من إنتاج اللي بيتم استيراده بالخارج وبيكلفنا مئات الملايين من الدولارات. نعم. فكان فكرة إنشاء الكيان الضخم أن يكون من ضمن هذا الكيان الضخم إنشاء مدرسة على أحدث ما وصل إليه العلم في أوروبا. نعم. في هذا التخصص، تخصص الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. فاشتغلنا أولا دي لجنة عليا بيشارك فيها 8 وزارات. نعم. بيشرف عليها الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بيشارك فيها 4 جهات وهيئات غير الثمان وزارات. ليه؟ لان احنا بنعمل كيان صناعي ضخم، التربيه والتعليم او المدرسه الصناعيه هي جزء من هذا الكيان الضخم. طب ازاي بقى يا فندم هيتم تطوير البرنامج الدراسي طبقا لاحدث الانظمه في هذا الامر؟ ده اللي حدث دلوقتي يا فندم. احنا اشتغلنا على 3 مراحل. اولا حطينا معايير وشروط صارمه لاختيار الطلبه اللي هيدرسوا هذا التخصص. كويس. من اجاده الرياضيات، اجاده العلوم، إجادة اللغة الإنجليزية، ده رقم 1، وتوافر الشروط الصحية ده رقم 2، والحصول على مجموع عالي في مرحلة التعليم الأساسي ده رقم 3. نعم. وهيتم اختبارهم أونلاين لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار أفضل العناصر، ثم بعد ما يتم تصفيتهم كمرحلة أولى هتجرى ليهم مقابلات شخصية ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وسوق العمل علشان نختار من أفضل العناصر أفضلها. معادنا دلوقتي مع فقرة كاميرا الناس واللي انتقلت إلى المركز القومي للبحوث والوقوف على ما يقدمه علماء المركز في ملف البحوث البيئية حيث العالم اليوم. نتابع. حابة أتكلم النهاردة عن موضوع الألزهايمر لأنه موضوع حيوي انتشر في العالم بشكل كبير وكمان في مصر. في الألزهايمر دلوقتي هو في نوعين من الألزهايمر، في نوع نادر اللي هو وراثي بيشكل 5-10%، وفي نوع تاني اللي هو نتيجة التعرضات البيئية، وده اللي احنا اشتغلنا عليه.
من اهم العوامل البيئيه اللي بتؤدي للالزهايمر هي التعرض للهيفي ميتالز زي الالومنيوم. الالومنيوم بيقدر يخترق الجهاز العصبي المركزي وبيقدر يزود الفري راديكالز او ما يطلق عليها الشوادر الحره. فدلوقتي فعلشان كده احنا عملنا مضاد الامود الالزهايمر باستخدام الالومنيوم. كمان يعني ايه هي السيمتومز او الاعراض اللي بتظهر في مرض الالزهايمر؟ بيبدا يحصل فقدان تدريجي للذاكره، بيبدا في المراحل المتاخره بيبدا يحصل كمان خوف ويحصل هلاوس، كمان بيبدا غير اللي هو خوف والهلاوس في المرحلة المتقدمة أكتر بيأثر على الحركة، بيأثر على على كمان البصر، بيكون محتاج لمرافق في معظم الأوقات لأنه بيأثر على معظم الأنشطة اليومية الأساسية ليه. كمان اشتغلنا في الشغل بتاعنا استخدمنا الكواريستين، وده ناتشورال برودكت موجود في نباتات كتير، موجود في الفلفل، موجود في البصل، موجود في التفاح، وكمان في البروكلي وفي الشاي كمان موجود بالنسبة ليستهان بيها. عشان كده بننصح الناس ان هم يزودوا من اكل التفاح والبصل والتوت اللي هي بتحتوي على نسب عالية من الكواريستين، وكمان بننصح الناس ان هم يقللوا من استخدام الطهي في او الحفظ، مش لازم الطهي، المهم ان هم ما يحفظوش الطعام بتاعهم في اواني الومنيوم. من جديد فقرة مشروعات الناس، تنفيذ وزارة النقل مشروعات تطوير بميناء الإسكندرية واللوجستيات، ونستعرض أهم المشروعات الجاري تنفيذها. بيتم تطوير أعمال البنية الفوقية بمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، وتنفيذ أعمال التكريك للممرات الملاحية وأرصفة المحطة. جاري تنفيذ مشروع كباري هويس المالح، ويشمل 3 كوبري منها 2 كوبري سيارات علوي وطرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، وواحد كوبري سكة حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين، وجاري إنشاء منطقة لوجستية على ترعة النوبارية. نتابع. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بجد التحية بحضراتكم، ونبدأ بقى فقرتنا النقاشية حول التغيرات المناخية وأزمة الغذاء العالمي الحقيقة في كل العالم وبتدور في كل العالم في الفترة الحالية، واللي بتتحكم بشكل كبير في التوجه للزراعات بعينها وأكثر فائدة، ويمكن تكون كمان أقل استخداما للري وليها عائد اقتصادي مربح وكثير في المرحلة المقبلة. للحديث عن الزراعات المستقبلية وفوائدها يكون لنا لقاء الآن وضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ أحمد بهاء العدوي، عضو المنتدى الريفي للحفاظ على البيئة. أهلا بيك فندم. أهلا بيك فندم. نورنا. الله يبارك فيك. الله يخليك. يعني هي تأثيرات كثيرة جدا ممكن تكون مؤثرة في عملية الزراعة في الفترة الحالية، منها طبعا التغيرات المناخية اللي بتحمل الزراعة شكل معين في الفترة الحالية. شايف ده ازاي؟ وبتقوموا يعني بدوركم في هذا الأمر ازاي؟ الأول بس هتسمحوا لي ان انا اشكر أسرة البرنامج. اشكرك فن. وبشكرهم كمان على اسم البرنامج مع الناس، لان كلمه مع الناس دي يعني ان انتم معنا ذلك ان انتم في قلب الحدث في كل احوال وكل تغيرات بتحصل. نعم. وده شيء يشرف وبيبقى اكبر داعم للوعي وزياده الوعي عند الناس بكل الاحداث اللي بتحصل. نعم. لحظه بلحظه. شكرا فضل. التغيرات المناخيه يعني لما اقول مثلا ان انا بحمل الحاجه فوق طاقتها، ايوه، ده نتيجة التغيرات المناخية. صحيح. لما نيجي نضرب مثال مثلا على العلف، البرسيم في العروة الشتوية مثلا، نعم، بيحصل اختلاف في الانتاجية نتيجة الإشعاع الشمسي، الحرارة، الرطوبة النسبية، يعني مثلا تغيرات التربة. تغيرات التربة لما الاقي مثلا انا عندي 2 مليون و4 من 100 مليون فدان مزروعين بالبرسيم، دول بيمثلوا حوالي 22.7 من 100% من المساحه المزروعه. نعم. متوسط الانتاج بتاعت الفدان 16 طن و6 من 100. لا ما يعني بيتغير، بيقل طبعا بيقل عن الكلام ده كله.
وخاصة ان مصر مثلا مصر بتقع ما بين درجات حرارة معينة يعني. نعم ده خلى المسؤولين في الحكومة يتجهوا الى حاجة اسمها زراعات المستقبل. ايه هي زراعات المستقبل؟ هو النبات اللي تقدر تاخد منه صناعات غذائية، ومن نفس النبات تقدر تاخد منه علف للحيوان، ومن نفس النبات تاخد منه صناعات دوائية. ده مش بس كده، نعم ده مش بس كده، ده قليل التكلفة في زراعته، غزير الانتاج، واضافة ثالثة انه مطلوب للتصدير. هايل. ده بالنسبة لمضاهات بقى ازمة الغذاء اللي احنا بنمر بيها عالميا في الفترة الحالية. نعم. بالاضافة ان التربة المصرية صالحة وملائمة تمام لهذه الزراعات، بل انها بتاخد منفذ عالمي. وايه خصائص هذه الزراعات يا فندم؟ بتحتاج مياه قليلة، بعض الزراعات ما بتاخدش اسمدة خالص. بيستخلص منها ادوية. المخلفات بتاعة الصناعة ممكن تستخدم في أعلاف. النبات دي بتستخدم في أعلاف، بل وبتستخدم في صناعة زيوت قيمة غذائية عالية. تمام. نيجي نضرب بقى مثال. اتفضل يا فندم. عندي مثلا نبات التين الشوكي، وهو احنا يعني الايام دي فيه التين الشوكي الصيفي، هو نبات صيفي. وهو بيفضل لحد شهر 9. نعم. انا بستخلص من اولا التين الشوكي في حد ذاته اللي احنا بناكله، الزهرة اللي احنا بناكلها دي، دي مضاد حيوي قوي جدا بطبيعته. سبحان الله. تمام. البذور والقشرة بتاعتها دي بتتعمل علف للحيوان. البذور والقشر، البذور والقشر المشوج ده. ايوه. يعني مش عارف اقولها ازاي. انت الله يعزك لو لقيت جمل، جمل بياكل شوك صح، ورميت له كده. لا، لو بقى لو رميته الابقار، جاموس. نعم. بعير هياكلها. نعم. فما بالك انها تتعمل علف بطريقة علمية. صحيح. وده مزبوط في بحث علمي. نعم. تمام. فصل سريع ونرجع مرة تانية، تفضلوا في البقاء معنا. مرة تانية بجدد التحية بحضراتكم، بجدد التحية بحضرتك أستاذ أحمد. يعني عاوزين نسأل بقى، طب أماكن الزراعة بالنسبة للتين الشوكي وأهميته، وهل له أماكن مخصصة لازم يعني يتزرع فيها؟ هو طبعا في التربة الصحراوية بيبقى ممتازة وبتبقى إنتاجيته عالية. تمام. بيتركز في عدة محافظات. تفضل. أولهم المنيا في مركز صملوط. تمام. صعيد مصر. والشرقية، واللي أكتر من الشرقية القليوبية، وبعض الأماكن في كفر الشيخ. نعم. تمام. ده بالنسبة للزراعة. بس كده في أماكن مناخية مختلفة. لا، ما هي التربة الصحراوية، لأن هو بيتحمل الظروف المناخية الصعبة. نعم. طبيعته كده. ويمكن انت حتى حضرتك لما تيجي تاكل التين الشوكي بتبص تلاقي فيه تين واخد اللون الاصفر او احمر، وفي واخد اللون الاحمر. اللون الاحمر ده بيسموه الفراوله. واخد بحضرتك، بس بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. وهو افضلهم عشان تبقى عارف. نعم. وهو افضلهم. نعم. لان اي حاجه حمراء تعرف انها هتبقى مفيده اكتر في ناحيه الدم. كناحية أكاديمية بقى، رغم ان انا مش راجل اكاديمي يعني. فدي جزئية. لكن نتطرق الى النبات اللي مفروض ان فعلا كل مادة يتم الاهتمام بيه، هم بدأوا يهتموا بيه. طب قبل ما نوصل للنبات التانية، هل في مواعيد لزراعة التين الشوكي برضو؟ هو الافضل بيبقى في شهر مارس. شهر مارس. في شهر مارس. وبعدين لما بينتج في يونيو، اواخر يونيو. نعم. واوائل يوليو. تمام. او منتصف يوليو. تمام. ويفضل لحد شهر 9 سبتمبر. اقصى انتاجيه في شهر ايه؟ هي في شهر يوليو. شهر مين؟ في شهر يوليو. تمام. وبعدين ميزه التين الشوكي انك انت بتزرعه اول مره هتزرع تين شوكي. ده حتى اخد اول انتاجيه بعد 3 سنين. بس بتفضل تاخد منه انتاجيه لحد امتى؟ 20 سنة. ما شاء الله. هايل. 20 سنة. ما شاء الله. نروح للنبات التاني في الزراعات المستقبلية. ده يعني مش عارف اسميه ايه، ذهب، ياقوت، الماز،
مش فاهم yeah. لانه بيتباع في اوروبا بالجرام 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 زيه زي الذهب والماس نبات نبات اتفضل بيتباع هناك زي جرام لان هم هناك بيستخلصوا منه اكتر من 12 دواء يا سبحانك يا رب وبيستخدم كمزة للخمور لكن تعالى بقى هنا وده احنا اللي بنزرعه واحنا المتميزين فيه احنا بنزرعه ومتميزين فيه بس عايزين تميز اكتر طبعا بنطالب انه يبقى فيه اهتمام اكتر تمام لان اللي حصل ان في بحث علمي اتفضل كان عن هذا النبات اللي هنتكلم عنه خدته المغرب والمكسيك ونفذوه علميا المغرب والمكسيك ايه هو النبات ده الحرنكش حرنكش او الست المستخبيه او الست المستحيه ايوه اللي هي بتبقى متغطيه ايوه لان هو بيبقى زهره ومحاط بورق ورق مخبيه نبات وفوقيه ورق وفوقيه ورق مخبيه نعم فسموها الست المستحيه وعلى فكره اغلى حاجه في فرنسا تورتة الحرنكش ياه اغلى حاجه في فرنسا تورتة الحرنكش تعال بقى نشوف بقى ايه اللي فيه وليه هو النبات ده مميز او كده هو ملائمته للزراعه كمان عندنا في المزرعات الانتاجيه عندنا ملائمته ايه عندنا في الانتاج اولا في انتاجيته عاليه جدا نعم في التربه الصحراويه يعني هو بيزرع برضو في التربه الطينيه بس انتاجيته في التربه الصحراويه اعلى بكتير أكتر. بكتير تمام يا فندم يمكن تزيد عن الضعف سبحان الله اولا غني بالفيتامينات والعناصر المعدنيه الهامه في تغذيه الانسان في كميه فيتامينات فوق الخيال ادي واحد بيحتوي على الياف ايوه مضادات اكسده بتقاوم العديد من الامراض زي ايه بقى اتفضل اولا هو اكتر نبات بيظبط السكر بنسبه 41% ويؤيدني في ذلك الدكتور عبد الباسط الدكتور في مركز القومي للبحوث تمام بيظبط السكر بنسبه 41 وبعدين للضغط احنا قلنا السكر والضغط والكوليسترول وللكبد وللسرطان سبحان الله وعد بقى بقيه الامراض كتير جدا كنبات بيتاكل عادي يعني مش لازم يكون متداخل في صناعات دوائيه معينه بص حضرتك اتفضل لا هو بيتاكل عادي تمام اولا حضرتك ممكن تاكله عادي ادي واحد وممكن تحطه على السلطه ادي اتنين وممكن تعمله عصير وناكله في التورته زي فرنسا ويتعمل تورته لكن لما بتعمله يعني انا شخصيا طول ما الحرنكش موجود في البلد ما بيخلاش من عندي من البيت ما شاء الله لازم ومغذي جدا يعني في كميه فيتامينات لان هو من العائله البيزنجانيه ودي نعم. بتبقى معروفه انها اكتر نباتات بتدي حديد لجسم الانسان تمام ومضادات اكسده فاصل سريع ونرجع مره ثانيه تفضلوا بالبقاء معنا رجعنا لكم من جديد يعني كنا بنتكلم بقى قبل الفاصل عن الجدوى الاقتصاديه لزراعه الحرنكش ونتكلم كمان عن دخوله كمان في صناعات اخرى اولا بنقدر نستفيد من مخلفات تصنيع الحرنكش المخلفات اللي هي البذور والقشره بيحتوي على نسبه عاليه جدا من الزيت مرتفع القيمه الغذائيه زيوت مرتفعه القيمه الغذائيه لغناها في الاحماض الدهنيه الاساسيه للتغذيه نعم فهمت ادي جزئيه اتفضل الانتاجيه بتاعته بقى الفدان في الارض الصحراويه بيجيب 20 طن بينتج 20 طن الفدان الواحد بيجيب انتاجيه 20 طن 20 طن فتخيل حضرتك بقى لو عندك 20 فدان بس اضرب 20 في 20 ب 400 طن لو انت هتبيعه لو انت صاحب الارض وهتبيعه من الارض لتاجر الجمله بيجي ياخده من الارض نعم بخمسة جنيه انت خدت 2 مليون جنيه في قد ايه في 14 هتصرف ايه على العشرين فدان من ال 2 مليون جنيه لو صرفت ربع مليون انت راجل مبذر ياه تخيل يعني انت كلفت عارف حضرتك كمان من ضمن مميزاته ايه ما بياخدش اسمده خالص مميزاته تانية ميزه تانية مهمه قوي
تقدر تحتفظ بيه كتغليف لمدة شهرين. شهرين يعني له كمان امتداد في مدة الصلاحية. بالظبط كده. نعم. وعشان كده ده قابل للتصدير لأوروبا وأمريكا، لأن أوروبا وأمريكا فيها الحرنكش بس مش بنفس جودة الحرنكش المصري. تمام؟ تمام. بيتزرع بقى في الأليوبية، في شبين القناطر بالذات، ويعني وإنتاجيته في مصر بنأمل في الزيادة ليها، علشان النبات ده يعتبر ذهب وقيمة اقتصادية عالية، من مردود اقتصادي عالي. بالضبط. إن شاء الله شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. شكرا لتلبية حضرتك الدعوة. الله يبارك. شكرا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. بنعمل حلقتنا تكون نالت اعجابكم. دايما على وعد بلقاءات متجددة من برنامجكم مع الناس. تحية أسرة البرنامج وتحياتي أحمد مدورة. إلى اللقاء.